تصريحات نارية. لمن هذه التصريحات النارية؟ لنبيلة منيب الزعيمة الملهمة، الزعيمة التي تميزت بتصريحاتها النارية ضد الحكومة، ضد رئيس الحكومة، ضد الأحزاب. السلام عليكم يا أصدقاء الكرام، مرحبا بكم من جديد في لقاء مع قناة الأوديو زي تي في. اليوم غنهضروا على شي حوايج، يعني دابا داك الصحافة، يعني الصحافة التي تقود الرأي العام وتوجه الشعوب، كما كتعرفوا الشعوب دابا راه موجهة من طرف الإعلام، فأصبحت الشعوب مسلوبة الدين، مسلوبة الفكر، لدرجة أننا دغيا كنساو، تصوروا حنا اللي كنقولوا كنعرفوا كنفهموا وقافزين واعرين، عندنا الذاكرة ديال السمك. كتعرفوا الذاكرة ديال السمك، مثلا القرش ملي كيعتادي عليه شي مخلوق سواء كما كان في وسط البحر، الذاكرة ديالو فيها 8 ثواني، فكيقدر يهاجم ويدافع ويدور ويبغي يفرتك يشتت، ولكن في ظرف 8 ثواني كينسى، كينسى أن راه تضرب وراه تطعان وراه منعراف ولا إلى آخره، صافي وكيعيش بسلام وهدوء، ويشوف العدو اللي طعنوا اللي جرحوا عاود قدامه ما يدير ليه والو. ذاكرة السمك هي هذيك 8 ثواني، بينما الجمل راه ما كينساش، الجمل راه عفريت ما كينساش، دوز مدة طويلة إلى آخره، يقدر يفرزك الخلا ويعضك مرة قدك ويشاوطك ويشير بك ولا يعطيك شي ركلة يزاوطك جيت الموزمبيق ما يعقلش عليك. على أي دابا هاد الأحزاب هذه اللي كتتحكم في المجال السياسي، وكنهضرو على العالم العربي عموما، عندنا في المغرب دائما كتسمع واحد رئيسة الحزب الشعبية الديمقراطية الولاية واللي هي فصيل من هذا الانتحار والانتحال الاشتراكي للأصول ديالو، هي منظمة إلى الأمام الشيوعية الماركسية اللينينية الستالينية عصابة المجرمين ونشر الإلحاد في المغرب والعلمانية والليبرالية والعلاقات الزنائية والتفصف الاجتماعي ونشر البورديل في المغرب، ولكن هما كيجوكم من باب أنهم يعملون على رفع مستوى المعيشة والبرسيم والخرطان والشعير وتوفير العلف والشمندر والنخالة إلى البشر المجوع، يعني الجوع ما كاينش الجوع في البلاد، الجوع هو الجوع هو التجويع، يعني نشر المجاعة عمدا باش يجيو شي ناس اللي هما الحراميين الأحزاب يقول لك غادي نوفروا لكم وغندفعوا لكم الحقوق ديالكم ورفع مثل هذه الشعارات، بينما الخناشي ديال الزرع والشعير والخرطال راه عند الحكومة كما تعلمون وعند أي دولة في العالم بأكمله. بيت القصيد هو تصريحات نارية. لمن هذه التصريحات النارية؟ لنبيلة منيب الزعيمة الملهمة، الزعيمة التي تميزت بتصريحاتها النارية ضد الحكومة، ضد رئيس الحكومة، ضد الأحزاب، وحتى واحد ما كيقدر يدير شي تصريحات نارية إلا الزعيمة الملهمة نبيلة منيب، ها زعيمة الحركة الشعبية ما نعرف شناهي. علاش علاش؟ علاش زعما واش هي امرأة حديدية في المغرب؟ الأحزاب الأخرين ما كيقدروش يهضروا، تصوروا الأحزاب الأخرين فيها رجال أشبه رجال ما كيقدروش يهضروا، ولكن علاش نبيلة منيب كتقدر تهضر وتصريحات نارية وتهاجم هادو وتهاجم هادو وتقذف هؤلاء والميكروفون؟ علاش زعما؟ واش داكشي غير هكاك يعني؟ خصنا نعرفوا ان راه هناك من يسير دواليب السلطه والسياسه والاحزاب وكيوحيو ليها اشنو تقول، راه اي زعيم كيوحيو ليه ها فين يهضر وها فين ما يهضرش وها فين الحدود ديالو وها فين المساحه اللي كيلعب فيها. نبيله منيب بالتصريحات ديالها الناريه الهدف موراها اشنو هو؟ باش يصنعوا منها زعيمه. وردوا البال اش كنقول لكم وعقلوا على اش كنقول لكم، راه مستقبلا غادي تجيكم امراه هي رئيسه الحكومه، وهذا هو التوجه السياسي لاحزاب اليسار في العالم. كلكم كتذكروا مثلا القوه العظمى في العالم اللي هي امريكا مثلا، عياو ما يحاولوا باش يوصلوا شي مراه تكون رئيسه الولايات المتحده وما قدروش، بما فيها هيلاري كلينتون أنها ترشحات، ولكن
الفشلات والهزمات ياك كلكم كتعرفوا الحوايج فما قدروش يوصلوها. وفي الاخر جابوا واحد الرئيس اللي هو بايدن العمر ديالو السن ديالو متقدم جدا يعني الى اخره. وكلكم كتعرفوا ان السياسه راه ماشي اي رئيس في العالم يحكم، وانما هناك قوى خفيه ولا الدوله العميقه عندها المسائل اللي كيحكموا كيبانوش، وكيحط واحد الرئيس معين في الواجهه وكيقول له السياسه اللي غادي عليها الى اخره. بلا ما نشرح لكم هذه المسائل، فحطوا النائب الرئيس ديال امريكا اللي هي امراه راكم كتعرفوها، علاش؟ تحسوا باش الى مات او لو بقى شي حاجه او اللي ظهروا له شي بعض الحوايج يحيدوه من الواجهه ويحطوا النائب ديالو اللي هي امراه، وبالتالي تبان ان الذي يحكم الولايات المتحده الامريكيه والعالم فهي امراه، وهكذا تكون اول امراه حكمات الدوله العظمى في العالم. ولكن باقي ما نحكمش لحد الان، هذه راهي السياسه اليسار العالمي في المغرب، كاين اليساريين اللي هما الشيوعيين والفلاحين والليبراليين واللي كيبخسوا من الرجوله وباغيين يحيدوا الرجال من المجتمع من الواجهه، وترجع النساء هي اللي كتحكم، وراه غادر في المخطط ديالهم لدرجه انكم كتشوفوا الوظائف كيمنعوا الرجال من تمكن الوظائف وكيعطيو النسبه الكثيره والكبيره للنساء باش يرجع المجتمع نسوي تتحكم فيه النساء، بما فيها حتى ديك الفلاوره ولا الفراوله ولا الفريز اللي كانت تديهم اسبانيا. اسبانيا كتشرف على المغرب انه صيفط النساء والبنات وما تصيفطش الرجال، بينما الرجال اشد قوه في الخدمه وداك الشيء، ولكن هما كيخليهم في المغرب مقابلين الاولاد وداك الشيء، وكتمشي المراه هي اللي تخدم وتدير الفلوس ياك، باش ملي كترجع كتولي عندها قدرات وكتتحكم في الرجال او تتحكم في الراجل ديالها. وشحال من راجل مسكين ولا عباره على كركوزه او دميه في اليد ديال الزوجه ديالو، وشحال من مراه ما بقاتش كتجي وتعطي حقوق الزوج ديال الراجل ديالها، لانه اللي كيبان ليه انسان متخلف ما كيغسلش تسنانو بالشتاء، ما كيعرفش يغسل ولا ما كيغسلوش اصلا، هي تطورات وارتقات ولات كتعرف تلبس وداك الشيء، فكيبان ليها راجل عباره على يعني هو باش او باش هكا ما يستحقش يكون الراجل ديالها، وبقى عباره على في الواجهه في الباب وهي راه دايره ما بغات. وهادشي كتعرفوا وراكم كتعرفوا شنو كيوقع عليهم في الحقول ديال الفراوله والعلاجات وهي ما عندهم طبعا. على اي لكم نبيله منيب والتصريحات ديالها القويه التي لا يضاهيها احد من الاحزاب، كل ذلك لصناعه بطوله مزيفه باش المغاربه يتقبلوا ويدخل لهم الدين ديالهم، راه فعلا هي امراه تدافع عنهم ولا مثيل لها، ويقبلوا بها باش تكون رئيسة حكومة، وهكذا تحكمهم امرأة، تحكمهم امرأة ولا يفلح قوم تحكم امرأة كما تعلمون. فلذلك ما تنساقوش وراء الشعارات الرنانة والكلام المنمق وما إلى ذلك، وما تنساوش المغرب راه باقي فيه الرجال وباقي فيه الفحول وباقي فيه الناس الذين يريدون للمغاربة أن يعيشوا بكرامة وبشرف ويدافعوا لهم الحقوق ديالهم. ولكن الشعب مع الأسف الشديد تم اختراق هويته والقضاء على أفكاره وتاريخه، وأصبح فقط يصفق لكل من يقدم له علامات أو قبطة البرسيم والخرطان، يقدم له ويقول له تعال احكم ماشي مشكلة ولو كان الشيطان. الناس دابا أصبحت عند القابلة يقول لك يجيو حتى اليهود يحكمونا ماشي مشكل، يعطيونا غير ناكلو ونشربو من شدة التجويع اللي تعرضوا ليه. أرجو أن تكون الصورة واضحة والفكرة مشروحة، فما تبقاوش تطيحوا بأن تيقوا أن نبيلة منيب وتصريحات النارية وتصريحات والقنابل وما ذلك، كل ذلك لصناعة زعامة كرتونية يريدون إيصالها إلى المسؤولية، وهكذا تجتم على صدوركم الأحزاب الاشتراكية العلمانية ومزيد من نشر الإباحية والتفكك الأسري والاجتماعي اللي كتعرفوا داكشي اللي داروا وهبي، غتجيو وتكملوا لكم هؤلاء الناس مخاصمين مع الله، مخاصمين مع القرآن، مخاصمين مع التاريخ، ويعتقرون يعتنقون مذاهب ماما فرنسا، ألا وهو يعني نشر الإباحية في المجتمع. هذا هو
الهدف ديالهم، فكونوا على حذر، وهذا غيظ من فيض. وإلى اللقاء في حلقة قادمة.